السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت أحدهم يقول في تفسير قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أنه ذكر البعض وأراد به الكل، وهذا جار في لغة العرب، فهل هذا صحيح؟ لا داعي إلى هذا، أنه قال أراد أن ذكر البعض ويريد الكل، يعني ويبقى وجه ربك يعني يبقى ربك، لا داعي لهذا الكلام. يبقى وجه ربك على ما هو عليه، ونصف الله جل وعلا بأن له وجها لا يشبه وجوه المخلوقين كما يليق بجلاله. في الآية الأخرى: كل شيء هالك إلا وجهه. وفي آية: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. في آية: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فنصف الله بالوجه كما أثبت ذلك لنفسه سبحانه وتعالى. نعم.